وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في الضيوف المعتادين الحقيقه، دايما اللي دايما بيكونوا معانا وبيشرفونا وبينورونا في ملعب الاهلي في الجزء الثالث النهارده من هذه الحلقه. زي ما قلت لكم هي حلقه ممتده من الساعه 9، جبنا لحضراتكم تاريخ النادي الاهلي، جبنا لحضراتكم طبعا كله عارف وانا عارف كل جمهور النادي الاهلي، جبنا لحضراتكم بعض الاحصاءات فيما يخص النادي الاهلي، ايضا اتكلمنا عن طاقم التحكيم بكره. دلوقتي بقى الفقره الفنيه اللي حضراتكم كلكم دايما بتستنوها، فقره فنيه مع خبرائنا في تحليل اداء النادي الاهلي واداء فيتا كلاب ايضا، او توقعاتهم بكره لمباراه غدا ان شاء الله، ماذا سيحدث في مباراه غدا. خلوني ارحب بضيوفي الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصيره. كابتننا ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام عليك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازي كابتننا؟ انا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام، اهلا استاذ، شرفنا ومنورنا. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا بحضرتك، بكره مباراه صعبه، ولا نتكلم في ذكريات الاول ولا تحب تتكلم في الماتش على طول؟ لا الماتش على طول. مش عايز تتكلم في ذكريات؟ لا ذكريات حلوه. خليها بعد. ده انت ملك افريقيا. ذكريات حلوه بعد الماتش. ده انت ملك افريقيا يا كابتن فتحي، ذكرياتك تاريخ بالنسبه لافريقيا. لا خليها. هو بس عشان الكابتن المايك بتاعه في مشكله بسيطه هنعملها، لكن كابتن ماهر خليني اروح مع حضرتك، قول لي ايه ذكرياتك في البطولات الافريقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا انا ذكرياتي للبطولات الافريقيه هتبدا وانا لاعب، يمكن بدايتي مع الفريق الاول وانا عندي 19 سنه، كان اول بطوله افريقيه بنشارك فيها افتكر موسم 75 76. أيوه. وكنا في اخفاق بالنسبه لنا يمكن في 3-4 سنين الاولانيين. نتيجه لعده عوامل كثيره جدا اسلام، منها اولا احنا كنا لاعبين ما عندناش خبره، صغار السن، يمكن قليل قوي اللي كان عنده خبره الافريقيه في خلال هذه السنوات، لكن لما اكتملت الخبرات الافريقيه بالاحتكاك اللي احنا مارسناه من خلال البطولات الافريقيه، يمكن بعد الخبرات لما جت يا اسلام وبدانا ننضج بشكل كبير جدا. اول بطوله بالنسبه لنا كانت بطوله 1982 اللي هي كانت البطولة الأفريقية الأولى للنادي الأهلي، وطبعا يمكن السنة دي من أهم السنوات اللي موجودة في تاريخ النادي الأهلي، لأن كانت أول بطولة للنادي الأهلي يحصل عليها من خلال فترة كبيرة. تمام كابتن عادل، البطولات الأفريقية طبعا بتمثلك كلاعب وكمدير فني حاجات كتيرة جدا، إيه رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم كلنا نسلم ان البطولة الافريقية هي الواجهة اللي على العالم كله من خلال افريقيا، ثم من خلال كاس العالم للاندية. نعم. وبالتالي سعيك الحسيس انك انت تحصل على البطولة المحلية علشان توصل للبطولة الافريقية ثم بطولة الاندية. الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه في عدد البطولات القاريه من خلال البطولات الافريقيه ومن خلال السوبر ومن خلال الماتشات اللي انت بتلعبها في كاس العالم للانديه. وزي ما حضرتك تعرف ان احنا خدنا مركز ثالث في كاس عالم الانديه، والنادي الاهلي من الانديه المصنفه على مستوى العالم ولاعبتها معروفه في افريقيا ومعروفه في العالم كله، وبالتالي البطولة دي بتمثل لجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر أهمية كبيرة جدا. وبالتالي سعينا وسعي الإدارة إنها تؤمن كل احتياجات الفريق من لاعبين، من طيارة، من قطاع ناشئين، من كل الأدوات اللي ممكن توصلك إنك أنت توصل إنك تحصل على البطولة المحلية اللي هي بتوصلك بالتالي البطولة الأفريقية البطولات الأخرى. ما فيش شك طبعا ان النادي الاهلي لله الحمد على مدى مجالس ادارته المتعاقبه نجاح بنسبه 100% ان هو يوصل للمحافل ديت، على الرغم في سنين عجاف كانت موجوده، منها احنا حصلنا على بطوله افريقيا والكونفدراليه من خلال عدم وجود ملعب، كانش فيه في بطوله الكونفدراليه. اعتقد ان احنا المباراه الاخرانيه كان عندنا 14 لاعب، تخيل 14 لاعب في السكور. سنة كام دي يا كابتن؟ المتعب جاب فيها الجول من الكونفدرالية. جريدو كان المدير الفني. الكونفدرالية اللي متعب جاب جول في الدقيقة 96، ده أظن من ثلاث سنين، كان محمد يوسف هو المدير الفني.
وحسام البدري برضه ما كانش فيه جريدو مستر جريدو فما كانش فيه ملعب مفيش جمهور صح مفيش دوري كانش فيه دوري وبتاخد البطوله دي خالص صحيح كانش فيه حاجه خالص ومع ذلك ده يعني الناس اللي يعني احيانا بتتكلم ازاي فريق ده عنصر الانسان المصري الاصيل انك انت في ظل كل الظروف دي مفيش اي نادي في العالم ممكن يوصل للمرحله دي من خلال كل العقبات دي فانت بتوصل لهذه المرحله وانت حتى ما كانش فيه ليك دعم كان ابو تريكا ووائل وكل النجوم كانوا في مرحله يعني اما اعتزال اما بيبطلوا ومع ذلك انت بتحصل على البطولات دي ده مفيش شك بيتحسب فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جهود مجالس الاداره وفر كل حاجه انا اعتقد في سنه من السنوات كان النادي بيعاني من ازمه ماليه ومع ذلك مجلس الاداره اخذ قرار ان طياره خاصه تطلع بالفريق على الرغم ان احنا ايامها كانت الامال للبطوله دي كانت قليله جدا ومع ذلك القرار كان صارم اعتقد كان كابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي ساعتها وخد القرار وكانت الناس مستعجله ده ما فيش امل خالص ومع ذلك رحنا كسبنا وخدنا البطوله سنتها مفيش شك انه جمهور النادي الاهلي كبير قوي عشان انه مجلس اداره بيحترم جمهوره ويوفر له كل الامكانيات على الرغم ان هو ممكن يعاني من اي انتقادات او اي حاجه ومع ذلك بيمشي في الطريق السليم علشان اللي بيمشي في الطريق السليم دايما بينجح اللي بيمشي في طريق عوج على طول لا يمكن ينجح تقدير اللعيبه كمان لعيبتنا مفيش لعيبه في العالم بتتحمل اللي بيتحمله لعيب النادي الاهلي خمس مواسم واعتقد انت كنت واحد منهم خمس مواسم ما بتاخدش فتره راحه المواسم كلها متتاليه الحاجه الثانيه الناس مش حاسبينها ان انت ثلاث ارباع لعيبه النادي الاهلي في المنتخب فالانديه الثانيه بترتاح انت ما بترتاحش اللعيبه اللي صح بترتاح. لان من البطوله الافريقيه مثلا او من البطولات المحليه للدوري كاس سوبر منتخب مصر منتخب لهم بالولاد اللي حتى اللي هم صاعدين معاك فالمعاناه ديت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان اللعيب المصري او لعيب النادي الاهلي بالذات معدنه قوي جدا لما بيحصل نوع من انواع الهبوط شويه تبقى حاجه خارجه عن ارادته زي ما احنا ابتدينا الموسم وكان هناك خلل بسيط في الجانب الفني المجلس اداره بسرعه حل هذا حل المشكله اللي كانت موجوده مشكله الاصابات ابتدت تقل مدير فني كفء ابتدت الاصابات تقل ابتدت النتائج تتحسن ابتدى الاداء يتحسن ابتدى الجانب التكتيكي يزيد كل الامور ديت بسرعه مع فتره اجازه مع فتره العلاقه المصابين بيرجعوا لك فدي كلها امور في غايه الاهميه وبتقول ان انا شعرت ان هناك خطا تصلحه بسرعه واحد عنده حاجه مرض بسيط كده ممكن لو انا ما عالجتوش بسرعه ممكن ان هو يتفاقم فما فيش شك ان البطولات ديت اعتقد انها جايه باذن الله تعالى وخاصه البطوله ديت تعوضنا عن البطوله اللي فاتت تمام كابتن فتحي اهم البطولات اللي حضرتك لعبت او فزت بيها في بطولات كتير طبعا الفرقه افريقيه يعني ايوه يعني مش كده يا كابتن بالراحه يا احمد لا 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 بس الناس بتزعل في الكلام الحقيقه كابتن عادل وكابتن ماهر اتكلموا على التاريخ الماضي فيهم وانا بعتبر هذه البطولات خلاص اصبحت في دولاب النادي الاهلي مظبوط فاصبحت تاريخ مظبوط فيعني الماضي خلينا في الماضي مش هنتكلم فيه كتير خلينا بقى نتكلم ان شاء الله باذن الله في اللي جاي ونكمل على اللي قالوه كابتن عادل وكابتن ماهر في ما هو قادم لا تشغل بالك بماضي الزمان فاحنا مش عايزين نشغل بالنا بالماضي لان الماضي تحقق وخلاص واصبحت بطولات وفي دولاب النادي الاهلي ودايما نقولها البطوله وانت كنت دايما تقولها مالو الجزيره كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلاص البطوله دي بعد ماتش الصفاقسي احنا مبسوطين وفرحانين بعد الماتش على طول قال لك ايه؟ الماتش على طول قعدنا لا كابتن حسن حمدي كان موجود رئيس مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس مجلس الاداره وكانوا كلهم موجودين معانا في البعثه خلصنا قلنا بقى قالوا لنا مبروك وقالوا لنا مبروك وكل حاجه واتبسطنا قوي وكل وبعد كده
خمس دقايق بالظبط، قال لك يا جماعه بقى احنا نفكر في ماتش، كان عندنا ماتش حرس الحدود افتكر في اسكندريه، قال لك يا جماعه خلاص بقى نقفل الموضوع بقى في الدولاب، نفكر بقى في ماتش الدوري. ايوه يا كابتن، احنا لسه كسبانين بطوله من تونس وقصه وحكايه وروايه مش فاكر كم ماتش ايه الحقيقه اللي كان عندنا. لا اذا احنا بنكمل بقى، خلينا نخش في فرقتنا دي اللي داخله فيتا كلوب. الناس عشان ما تفتكرهاش انها فرقه سهله او فرقه ضعيفه، هنتكلم يا كابتن عن فيتا كلوب، ولكن انا برضو ليه انا دايما بسال في الحاجات دي، ان وجود حضراتكم معانا دايما بيفكرنا بايام جميله. انا عندي ايام وحضرتك عندك ايام وكابتن مار عنده ايام وكابتن عادل عنده ايام، كل واحد فينا عنده ايام جميله. الايام الجميله دي لما الواحد بيفتكرها دايما بيبقى مبسوط، دايما بيبقى فخور، دايما بيبقى سعيد، دايما بيبقى حاسس ان المستقبل فيه اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. بنتعلم من حضراتكم وغيرنا بيتعلم مننا ومننا واللي بعدنا هيتعلموا منهم، علشان في الاخر نوصل. ده اسم نادي الاهلي، تعاقب الاجيال ودايما ودوران الاجيال هو ده الاساس في كل شيء. اكيد، ما هو اصل البطولات دي ما بتجيش من فراغ. نعم. والوصول الى القمه ما بتجيش من فراغ، وان انا ثالث كاس يعني في بطوله عالم للانديه ما بتجيش من فراغ، وان انا شارك اكتر من مره ما بتجيش من فراغ، وان انا حقق اهداف سواء كونفدراليه يمكن اول نادي برضو حقق فيها مصري هو النادي الاهلي، برضو ما بتجيش من فراغ. ان اكسب بطوله الدوري ما بيجيش من فراغ. كل دي لابد ان يكون في قاعده اساس وفي مبادئ وفي مسل بادئين عليها، كل الاجيال بتتوارث. نعم. فانت بتتوارث كل حاجه. الانسان بيطلع زي ما ابوه رباه، فاحنا بنطلع زي ما النادي الاهلي ربانا. ربنا على ايه؟ الالتزام. ربنا على ايه؟ الاحترام والتقدير، على الاداء، على روح الفانيلا الحمراء، على ان انت بتدي ودايما مالكش هدف غير المكسب. بتلعب اي مباراه هدف واحد، ما بتفكرش في التعادل، ما بتفكرش الهزيمه مش في بالنا، لكن كل تفكيرنا وكل اللي تعب الجماهير ان هي عندها هدف واحد، وده بيبقى ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى صعب. حلو في ايه؟ انك انت واخد انك تكسب على طول، طالما بكسب على طول فمش عايز اي حاجه تضايقك، مش عايز ان انا مثلا اخد وضع او الفرقه تنزل، ما الجمهور ما بيسمحش بالكلام ده، ان الفرقه مستواها يقل ما لناش دخل، انه بيلعبوا في المنتخب ما تفرقش معانا، عندنا اصابات برضو لا، الجو وحش، دوري مضغوط، الجو ما فيش، درجه الحراره، ملعب مش مظبوط. الاهلي هو الاهلي، والاهلي قادر وهو اللي بيقهر اي فريق بروح الفانيلا الحمراء. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لو حضرتك ما قلتوش انا مش هعرفه، او يعني اللي بعد حضرتك مش هيعرفه، وبالتالي اللي بعد حضرتك لو ما عرفوش اللي بعده مش هيعرفه ومش هيتكلم فيه. لكن طالما حضرتك بتتكلم فيه، كابتن عادل بيتكلم فيه، كابتن ماهر بيتكلم فيه، وبعد كده انا اللي قبليه يتكلموا فيه وانا اتكلم فيه واللي بعديه يتكلموا فيه، وبالتالي هو ده توارث الاجيال. عشان كده احنا دايما حريصين ان وجود قيمه زي حضراتكم موجودين معانا، قامات زي حضراتكم موجودين معانا، بتبقى دايما قيمه كبيره في حاجات كتير، نواحي فنيه، وبرضه بنعرف الناس قد ايه النادي الاهلي ده من قبل بقى حضراتكم، من 1907 لغايه دلوقتي، وهو ماشي بسيستم واحد، بسيستم ما بيختلفش، سيستم دايما كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن ماهر، الجيل اللي بعد كده، الجيل اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغايه لما. عشان كده مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله. نروح بقى لفيتا كلوب. كابتن، مباراه مهمه، مباراه صعبه، ايوه، ولكن في نفس الوقت عايزين نعرف أهمية هذه المباراة بالنسبة لجهاز فني واللاعبين. نعرفها الأول وبعدين هنقول أهميتها. طبعا أهميتها الثلاث نقط، خلاص احنا بقينا الأول، لأن احنا سبعة دلوقتي هتوصل لعشرة، ضمنت إن أنت دخلت في النهايات وبغض النظر عن ما يتبقى من مباريات. لكن فيتا كلوب لازم نعرف إن هو فريق، احنا بنلعب على ملعبه، الفريق ده ما بيخسرش عادة، ما بيخسرش في ملعبه من 14 مباراة، ما بيخسرش. يعني هو بالنسبه له هو دوري الابطال، يعني في دوري الابطال يعني هو يمكن خسر، ما في تعادل على ملعبه والخسارات بره، فاز وتعادل. يعني وبعدين لو الاقي الدوري بتاعه، هو الدوري هناك في الكونغو 16 فريق، هو الاول دلوقتي بين ال 16 فرقه، 23 مباراه لعبهم، 20 مباراه فوز، 20 مباراه فوز، وبعدين واحد تعادل والهزيمه خارج ملعبه. يعني على ملعبه ما خسرش،
تعادل في ملعبه مرتين وبره خسر المباراه كانت بره ملعبه. نعم. طب هو في افريقيا عمل ايه؟ برضه في ملعبه فاز وتعادل وخسر ماتشين منهم ماتش النادي الاهلي بره ملعبه اللي كسبناه اللي كان جاب الاجوال علي المعلول ونصر ماهر. اذا فرقه على ملعبها صعب، نقوم نبحث من دلوقتي انت كنادي اهلي هتلعب على ارض ترتان، وترتان ليست من الجيل الرابع اللي هو احسن نوع من الترتان ولا من الجيل الثالث المتطور، ترتان من النوع الثاني، والثاني ده يعني هو يعني ايه الترتان الجيل اول وثاني وثالث ورابع؟ اول ما اخترعوا الترتان واللي هو كده اللي هو بيبقى زي السجاد ده الجيل الاول، عملوا نوع ثاني من الترتان اللي هو يبقى شويه فيه سمك من الحشيشه شويه على اساس تساعد انها ما تبقى السجاده، يبقى زي الملعب رغم ان هي كده. هذا النوع برضو رديء لانه لو في الستارز عاده انها بتمسك وما بيرش الملعب قبل المباراه وكده، لكن زي ما سمعنا ان في بعض الحفر او بعض الديفوهات او بعض الحتت اللي هي غير مظبوطه داخل الملعب، دي مش هتساعدهم خصوصا النادي الاهلي بيلعب في الارض كوره مش في الهواء، فدايما لما بتلعب في الارض لازم تكون عندك ارض كويس، فعندك الارض هتغير من رتم وسرعه واداء لعيبه النادي الاهلي في اسلوبهم الخططي اللي هم هينفذوه. طيب كل ده مقدمه بنقولها ليه؟ بقول ان النادي الاهلي بكره عنده مهمه صعبه وليست سهله وليست تسليه لفرقه ما بتخسرش على ملعبها، لكن قدره، واحنا شايفين دلوقتي ادي النوع اللي هو الترتان اللي بيتلعب عليه ملعب ما يغركش الاستاد المدرجات والكلام ده كله، ما يغركش حتى شكل الملعب لكن الارضيه نفسها ما فيش حفر ما فيش الكلام ده، لا الارضيه نفسها شوف نوع الترتان ما فيش، يعني الارضيه تحت الترتان ده برضو اللي ما بيعرفوش الساده المشاهدين عشان برضو نضيفها، بيبقى فيه صبه من الارض، الصبه دي وبتحط عليها طبقه الترتان، فدي اكنك انت بتجري على ارض ناشفه او انت بتجري في الشارع او بتجري بالظبط، هو ترتان كده، فمن السهل هتلاقي كره جريتها متغيره نطتها متغيره، انت كلاعب جريتك متغيره، واكثر اصابات وربنا يستر ان شاء الله على لعبتنا اناكل وركب في ملاعب الترتان، ودي من ضمن الحاجات اتصلحت في الجيل الثالث واتصلحت او في الجيل الرابع، بس ده لا جيل ثالث ولا جيل رابع، لا احنا في الجيل الثاني فربنا يستر علينا. ربنا يسترها. كابتن عادل عفوا، هل النادي الاهلي هيتاثر بالجمهور؟ حضرتك شايف في المدرجات 80,000 متفرج اعتقد، ساعة الاستاد يمكن تزيد، وفي مباراه فيتا كلاب لما بيلعب فريق عادي بيجي له 40,000 50,000، لما بيلعب النادي الاهلي اعتقد ان الاستاد هيبقى مليان على اخره، وهتبقى الامور الحماسيه وامور الجمهور موجوده في ارض الملعب، هل ده يؤثر سلبا ولا ايجابا على فريق النادي الاهلي؟ لعيبه النادي الاهلي عندهم حاجه اسمها عمليه العزل. ما هو العزل؟ ان انا وانا بلعب وداني مش بتسمع الا الكوتش بتاعي المدير الفني بتاعي، سواء تشجيع او سواء غير تشجيع او تصفير او خلافه، لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخه وهو بيلعب على طول مركز في ادائه الجانب البدني والتكتيكي وكل الطريقه اللي المدير الفني طالبها من كل لاعب سواء دفاعيا او هجوميا، وبالتالي ما تقلقش على لعيبه النادي الاهلي في الحته دي، لانه انا نازل الملعب في تحكيم في مدير فني بره اللي طريقه لعب بلعب بيها بيغير بيعمل تغيير من داخل الملعب، بيطلب مني حاجات اضافيه، بيطلب مني سرعه ارتداد، بيفكرني بحاجات، كل الكلام ده بيبقى تركيزي كله مع المدير الفني. الجمهور انا ما بيبقاش ليه علاقه بيه، زي ما احنا قلنا عمليه العزل دي بقى انا وداني مش بتسمع كل الحاجات اللي في المدرج دي. لكن انا اقصد يا كابتن ان بقى لنا فتره طويله النادي الاهلي حتى تحديدا في البطولات المحليه ما بيلعبش قدام جمهور، بس في جيل يعني على الاقل نص الفرقه من شريف للشناوي لعبوا امام جماهير، ودايما الخبرات اللي موجوده عندك في الفرقه بتسلم للولاد اللي طالعين الشباب اللي طالعين زي كريم وهاني والجماعه دول، وحتى دول برضو لحقوا شويه، فعمليه تبادل الخبرات دي عمليه مهمه جدا، فان انا بوصل، وحتى لما بكون انا بلعب مع فتحي بلعب مع مروان بلعب مع
الجماعه الكبار مع شريف مع المجموعه مع علي معلول، الناس دي بتنقل خبراتها باستمرار سواء في التمرين ليله المباراه يوم المباراه يوم مع صلاه الجمعه لو في مباراه يوم الجمعه، واحنا نازلين الملعب واحنا اثناء في الملعب في اي كره ثابته، عمليه التوجيه دي باستمرار للشباب اللي هم ما قابلوش 70 و80 الف بيبص في عينين زميله اللي عنده الخبره بياخد منه الثقه في الله الاول، ثم بياخد الثقه من زميله اللي عنده الخبره في الحته دي اللي هو قابل جماهير كتيره قبل كده، وبالتالي الثقه دي بتديها يا ربنا بيديها له، ثم زمايله اللي موجودين مع اعداد البدني والنفسي للمدير الفني. المدير الفني بيبقى عليه عامل نفسي قوي جدا انه بيهيئ لاعيبته للمباراه من عمليه تركيز، من عمليه توجيه، من عمليه تحفيز. النهارده المباراه بالنسبه لك مهمه جدا، وبرده حته برده قبل ما انساها، المدير الفني اللي موجود دلوقتي كسب الفرقه دي 2-0 في برج العرب. نعم. الراجل ده كان جه قبل المباراه دي ب 10 ايام. يعني هو جه على بيراميدز وكانت حاله الفريق كانت لا تسر عدو ولا حبيب. من اصابات، من نواحي فنيه، نواحي بدنيه. نواحي فنيه، نواحي بدنيه. كل حاجه. فخد الفرقه دي كسب 2-0، صحيح كان في فترات هم كانوا استحواذ لكن بدون خطوره. المباراه ديت انا مطمن لها ليه؟ الفريق في حاله صعود. الفريق في حاله صعود سواء دوري او افريقيا، من حيث البدني، الجانب البدني، من حيث الجانب الفني، من حيث الجانب التكتيكي، من حيث الانسجام. كل الامور ديت اعتقد مع مرور الراجل استلم في يناير الاسبوع الاولاني 12 اظن يناير، النهارده فات شهر وشويه او شهر ونص، مع التطوير ده كله اعتقد انه ارى في تكلوب كويس مع الزياده البدنيه والتكتيكيه. احنا بنشوف الماتش اللي فات ده على طول بتروجيت، احنا شفنا الجمل اتلعب، الراجل بيلعب وهو مغمض عارف ان علي معلول بيلعبها لاجاييه، اجاييه بيروح لعبها لمروان، مروان بيجري يروح سايبها له يروح حاططها في الجول. الانسجام ده شغل مدرب مع تصميم لاعبين ان هم واخدين كلام من الراجل بينفذوه في التمرين وبينفذوه في الملعب. انا عندي ايمان قوي باذن الله تعالى ان احنا المباراه بكره هنكسبها، على الرغم حاله الملعب والكلام ده. احنا قابلنا شفنا ملاعب قبل كده يعني ملاعب صعبه جدا، ومع ذلك وكان في ظروف سفر وفي ما فيش فنادق وكان ما فيش اكل كمان، احنا كنا احيانا كان جبنتك معاك تاخد الجبنه والتونه والبقسماط والحاجه ديت وبتقعد 3-4 ايام، وبعدين انت حتى بعد المباراه عايز تطلع من الاوتيل عشان تركب الطياره، 4 ايام الفرقه محبوسه في الفندق مش قادرين يطلعوا للمطار عشان ياخدوا الطياره. يعني الظروف دي طبعا احنا مش موجودين فيها، لكن الفريق لازم اطمن جمهور النادي الاهلي ان الفريق في حاله صعود، والصعود ده لازم يعقبه باذن الله تعالى فوز بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى ان شاء الله. كابتن ماهر هاخد حضرتك في نقطه تانية، مباريات الدوري غير المباريات الافريقيه، ولكن الكل متوسم خير حتى كلام الكابتن عادل على ان المباريات الاخيره في الدوري العام هي النادي الاهلي شكله مختلف الحقيقه، يمكن ابتداء من الربع ساعه او نص ساعه الاخيره في مباراه الجونه، مباراه بتروجيت بكره ان شاء الله، مباراه فيتا. هل حضرتك شايف ان مباريات الدوري هي خير اعداد لهذه المباراه؟ بالظبط يا اسلام زي ما انت قلت كده، ان مباراه الدوري واضحه قوي ادتنا ثقه خلال اداء اللاعبين والجهاز الفني، والمكاسب اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت واضح على الشاشه ان الثقه المنعكسه على شكل واداء الجهاز الفني واللاعبين من خلال الوحدات التدريبيه اللي موجوده في فيتا كلاب. يعني الاعداد اللي قبل السفر كان في ثقه كبيره جدا، وده نتاج المكاسب اللي حصلت في الدوري العام، شكل واداء اللاعبين من خلال المباريات المحليه، ويمكن من مباراه لمباراه واضح قوي ان في زياده من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، حتى من الناحيه النفسيه، تحس ان اللعيبه كلها متشوقه انها تلعب، اللعيبه كلها عايزه تستمر في الانجاز اللي بيحصل في ملف الدوري العام. من خلال الملف ده احنا بنقفله يا اسلام وبنبدا بقى للملف الافريقي اللي احنا الحمد لله على قمته بسبع نقاط.
الفرقه فيتا كلاب احنا قدرنا ان احنا نتغلب عليها بهدفين في مباراه المباراه الاولى بيننا وبينهم. اي نعم فيتا كلاب يمكن كان عندها نقص في العدد، يمكن الطرد يمكن ساعدنا بعض الشيء في ان احنا نقدر نحرز نتيجه واداء كمان جيد ومميز. فاكر حضرتك كنا موجودين في الاستوديو ساعتها الشناوي شال الكره بالظبط، كانت النتيجه لسه 1-0 بالظبط، وبعض الفرص الخطره لان هم بردك من اللعيبه اللي عندهم استحواذ بشكل كبير جدا في نص الملعب، عندهم لعيبه مميزه، عندهم سرعات، عندهم انطلاقات، كمان على ملعبهم اسلام الامور بتختلف بشكل كبير جدا. الكابتن فتحي يمكن الكابتن عادل قال ما بيخسروش حتى في الدوري العام، هم ترتيبهم في الدوري العام في المركز الاول، يمكن لعبوا 23 مباراه فازوا في 20 مباراه وتعدوا في مباراتين وخسروا مباراه واحده، عندهم من النقاط 62، الفرق بينهم وبين مازيمبي يمكن مازيمبي الثاني ب 56 هدف، لكن عندهم جمهور اسلام بيديهم دوافع كثيره جدا في ملعبهم، بيشجعهم بشكل كبير وبيديهم ثقه من خلال ال 90 دقيقه. هم كمان فيتا كلاب بيأدوا أداء متميز جدا على ملعبهم، تحس انهم يعني فرقة واعدة، فرقة عندها ثقة، فرقة عندها خطوط قريبة من بعض، عندها هدافين بيعرفوا يجيبوا جوال. يمكن العام الماضي كمان مع المصري هم يمكن فازوا على المصري بأربع أهداف، كانت مباراة على مستوى كبير جدا. عايز أقول لك إسلام النهاردة احنا عندنا ثقة ان شكل وأداء النادي الأهلي اكتمل، يعني نبص الأسماء النهاردة عندنا يمكن أول مرة خط هجومنا بيكتمل بثلاث لاعبين يمكن واربع لاعبين، كان يمكن في المباراه السابقه جونيور اجي وليد ازار ومروان محسن، ودي ما حصلتش من فتره كبيره، يعني بقالنا فتره كنا بنغير في حته راس الحربه، بنجيب ناس من نص الملعب بيحاولوا يلعبوا في المكان ده. مستر لاسارتي واضح قوي ان هو اهتم بفيتا كلاب، اتفرج على اكثر من مباراه، وده بيمثل شيء من التركيز، شيء من الاعداد النفسي والذهني للجهاز الفني. قدر من خلال المباريات اللي هو اتفرج عليها لفيتا كلاب ان هو يختار كمان التشكيله اللي هتناسبه في هذه المباراه، والتشكيله دي بتتكون من عناصر، منها عناصر دفاعيه ومنها عناصر هجوميه. فالنهارده رؤيه مستر لاسارتي ومشاهدته لفيتا كلاب اكيد قدر ان هو يحط ايده على نقاط الضعف اللي موجوده في خلال هذه الفريق، وقدر ان هو يحط الايجابيات اللي ممكن احنا نقدر نوقفها او نقدر نتعامل معاها من خلال الجيم بتاع 90 دقيقه. لكن عايز اقول لك ان الروح القتاليه العاليه اللي احنا بنمتاز بيها والصفات الاراديه اللي بنمتاز بيها لعيبه النادي الاهلي في المباريات الكبيره بالذات يا كباتن، لعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات بهذا الشكل، بيحصل نوع من الاستنفار، نوع من الروح القتاليه العاليه، نوع من شخصيه لعيبه النادي الاهلي في هذه المباريات. المباراه دي مهمه جدا اسلام، ان احنا زي ما الكباتن قالوا ان احنا نبقى رايحين بهدف المكسب، ثلاث نقاط يفرقوا معانا في الترتيب ويحافظونا على المركز الاول. لو ما قدرناش نقدر ناخد الحاجه الثانيه اللي هي ان احنا ما نخسرش، نقدر ناخد مباراه تعادل. لكن انا شايف ان في تحدي كبير جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه، ان احنا يهمنا ثلاث نقاط في المرتبه الاولى ان شاء الله. طيب هنشوف برضو بقى بعد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، هنرجع هنطلع نشوف تقرير مع كابتن سامي قمصان وكريم احمد، هيقول لنا ايه كابتن سامي قمصان عن اهم الاستعدادات للنادي الاهلي، وهنرجع بقى نتكلم عن النواحي الفنيه الخاصه بالنادي الاهلي في مباراته الهامه جدا غدا ان شاء الله، مباراه بكره بالمناسبه، لان في كذا حد بعت لي بيقول لي الماتش الساعه كام؟ الماتش الساعه 6 بتوقيت القاهره، احنا هنكون متواجدين مع حضراتكم بكره في تمام الساعة الرابعة قبل المباراة بساعتين، هنكون متواجدين مع حضراتكم. نطلع نشوف كابتن سامي قمصان هيقول لنا ايه مع كريم احمد، اتفضل يا كابتن. مرحب بك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء المحاضره مباشره يمكن معانا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، نحاول ان احنا نتكلم معاه طبعا عن الامور الخاصه بالترتيبات الفنيه للتدريب النهارده وتدريب امس كمان بشكل عام. نطمن معاك كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، موفقين يا كابتن سامي ان شاء الله في هذه المباراه، مباراه صعبه لكن احنا مركزين، ويمكن الظروف دي عدت علينا اكتر من مره، لكن عايز اتكلم التحضير للمباراه نفسي مع مستر مارتن، الجهاز بشكل عام بيتكلم على ايه؟ طبعا زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا، واجواء لعيبه النادي الاهلي عاشوا فيها كذا مره، لكن طبعا بالنسبه لنا طبعا استعدادنا للمباراه، مستر مارتن اتكلم في المحاضره عن اهميه المباراه، وان احنا لازم نكون احنا
الفعل ما نبقاش رد فعل، لازم نخش الماتش بدري. هم عندهم يعتبر الفرصه الاخيره بالنسبه لهم، برضه هم بالنسبه لهم النقاط اللي جمعوها كلها من 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 ملعبهم، كسبوا سيمبا 5 وتعادلوا مع شباب الثوره وخسروا مباراتين من بره. يعني هم بيقدروا يلعبوا كويس على ملعبهم، ملعب زي ما انت شفت نجيل صناعي مش كويس، لكن دايما دايما احنا بنتكلم، يعني احنا بنقول الواقع، لكن احنا طبعا ما بنقولش مبررات خالص ولا لعيبه برده نفس القصه، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا اللعيبه تكون ان شاء الله في الموعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق الهدف ان شاء الله. احنا عندنا اكثر من لاعب عاد من الاصابه، لكن النهارده شفنا هشام محمد يمكن غير متواجد عنده على ما اعتقد كان بطل الركبه، عايزين نطمن عليه هل هيبقى متواجد بكره ولا عدم تدريبه النهارده ده تفضيل ان هو يريح ولا لا كابتن؟ يعني هو الدكتور فضل اللي هو يريح النهارده، عنده شد خفيف تقريبا في السمانه، لكن ان شاء الله ممكن بكره بقى كويس. برضو انت عارف ضغط المباريات ممكن ما نجازفش بيه، فلسه الراجل هيحدد بكره ان شاء الله في تمرين بكره. بشكل عام شايفين التركيز ودي سمه المعسكرات وسمه النادي الاهلي النهارده كمان في التدريب مستمرتون والجهاز الفني بيشوفوا كمان الملعب ازاي، الملعب هيكون ممتلئ على الاخر، الجو والامور دي كلها بتتكلموا مع اللعيبه ازاي؟ احنا زي ما انت قلت يا كابتن سامي مش بنقول مبررات، لكن ده الواقع وده اللي احنا شايفينه هنا في القنوط. طبعا انت عارف ان فيتا كلاب من عندها شعبيه كبيره جدا هنا، خصوصا هنا في كينشاسا، ملعب انت شفت وسائل الاعلام اتكلموا ان بيدعوا الناس اللي هم يجوا والملعب يكون ممتلئ على اخره، وده بالنسبه لهم زي ما قلنا قبل كده اللي هو ده فرصه اخيره بالنسبه لهم، بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن واعظم نادي في افريقيا، فطبيعي يعني هيبقى في دوافع كبيره للعيبه. لكن زي ما انا برضو بنأكد فيه ان احنا ان شاء الله عندنا هدف واحد احنا اللي بنسعى له، ودايما البطل هو اللي بيقدر يتغلب على الظروف ديت، وان شاء الله معروف النادي الاهلي ده طبعا ان هو طبعا نادي بطل ونادي قادر يتغلب على الظروف اللي تقابله ان شاء الله. كمان من مميزات الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي في نفس الوقت هو الفصل بين كل البطولات، البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، لكن تتفق معايا كابتن سامي ان المرحله دي مرحله مهمه جدا سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري، احنا ماشيين بشكل مميز في بطوله الدوري، وايضا كمان المرحله دي هامه جدا في البطوله الافريقيه. طبعا مرحله مهمه جدا، لكن كل المراحل في النادي الاهلي صعبه جدا جدا جدا، وانت مطالب بكذا حاجه، مطالب بنتيجه ومطالب باداء ومطالب ان انت تمتع جمهور النادي الاهلي اللي بيحب الكره الجميله فكل الامور دي انت بتحاول تشتغل عليها. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت ماشيين بخطى كويسه، اداء كويس، نتائج الحمد لله على اعلى مستوى، اتمنى ان شاء الله اللي هي تستمر. لكن برضو انت عارف البطولات الافريقيه انت بتعدي مراحل، وده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعدي طبعا من دور المجموعات، وبعد كده نفكر في دور 16 ونفكر في دور الثمانيه وقبل النهائي. برضه نفس القصه في بطوله الدوله، لان احنا يمكن السنه اللي فاتت يمكن مشينا خطوات كبيره، ويمكن الاخفاق اللي حصل في المباراه الاخيره في النهائيه طبعا بتضيع كل التعب اللي فات ده، لكن ان شاء الله اعتقد ان هي خبره كويسه اخذناها واللعيبه اخذتها، لعيبه في لعيبه كتيره جدا كانت اول مره تشارك السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله دلوقتي الخبرات بتاخدها، يمكن هم دلوقتي اللي بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي لسه جايه جديده، ان البطوله الافريقيه غير بطوله الدوري العام، وبرده دورنا ودور كابتن سعيد ودور كابتن محمد يوسف عامل مجهود كبير جدا يعني اللي هو اللعيبه، لانه ما شاء الله عنده خبرات كبيره وراجل واخد بطوله افريقيا. عندنا لعيبه كبيره برضو بتعمل دورها على اعلى مستوى، سواء شريف عاشور رغم ان هو مش موجود، وليد سليمان، احمد فتحي طبعا موجود دلوقتي، نجيب حتى هو مش موجود معانا، فكل اللعيبه كبيره وكل واحد ما بيبخلش عن سواء بنصيحه سواء بجهد سواء بتعب، فهو ده النادي الاهلي يعني. حديث مع اللعيبه وخلق الدوافع يا كابتن سامي، هل بتتكلموا على الفرق الاوروبيه امثال باريس سان جيرمان وريال مدريد، بتحطوا الامثله دي مع لعيبه النادي الاهلي لان فرق كبيره زي ريال وباريس سان جيرمان، هل بتبقى الامثله دي معاكم مع لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الكوره دايما بتدي لك دروس في كل المواقف اللي بتحصل، يعني يمكن امبارح اتفرجنا على شفت ريال مدريد قبل كده، وامبارح باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد نفس القصه، ممكن الراجل يتكلم في الماتشين دول بالذات، يعني ان الكوره دايما لازم تحترمها، لازم تحترم الخصم، لازم تحترم كل المنافس قدامك، حتى لو انت عندك فرصه كبيره في المباراه، لكن الكوره فيها متغيرات كتيره جدا، الكوره بتحترم اللي بيقدرها واللي بيتعب، فاعتقد طبعا دي دروس لازم نتعلم منها، وخبرات ايجابيه انت بتشوفها تقدر تنقلها للعيبه. اخيرا يا كابتن سامي، ايه اللي ممكن نقوله لكل اللعيبه ان شاء الله لعبتنا تكون موفقه بكره باذن الله، ايه اللي ممكن يقوله مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي امصان لكل لعيبه النادي الاهلي؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا معاكم وربنا يوفقكم، يا رب ان شاء الله تكون يومكم تقدروا تغلبوا على كل الظروف، وثقتنا فيكم كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي عشمان فيكم جدا جدا يعني، وده حقهم، وان شاء الله انا اعتقد ان شاء الله ان اللعيبه عمرهم ما هيخذلوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن اسامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. تركيز كبير يا كابتن اسلام، ده اللي بناكد عليه في كل لقاءاتنا سواء مع نصر طارق قنديل كابتن اسامي، كل طبعا اللقاءات اللي احنا بناخدها هنا هي دي هو ده النادي الاهلي. التركيز الشديد سمه معسكرات فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله غدا يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ثلاث نقاط مهمين، وايضا كمان كل اللعيبه تكون في حاله تركيز شديده جدا، الجو والظروف وارضيه الملعب كل الامور دي ان شاء الله نتجنبها، وبكره ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق يحرز ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعاده في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. عودة ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المداخلات، الحقيقه شغل كويس جدا. كابتن عايز اسال حضرتك يا كابتن عن حاجه مهمه جدا، اهمها هي ان الدوافع اللي موجوده في الفريق. الدوافع اللي موجوده في الفريق بالنسبه للنادي الاهلي معروف الدوافع ايه، لكن فيتا كلوب زي ما الكابتن سامي قال، انا يعني الحقيقه كنت بتذكر كلام الكابتن سامي لانه قال نقطه مهمه جدا، قال ان فيتا كلوب لو خسر النهارده او تعادل مباراه بكره ان شاء الله هتبقى عنده خلاص خرج بره البطوله تمام. هي دي بالنسبه له يعني زي بالبلدي كده بنقولها حياه وموت، يعني ده بالزبط. الفرصه الاخيره بالنسبه له. وفرقه ما بتخسرش على ملعبها، ده بيصعب الماتش يعني طبعا ولا؟ لازم تصعب الماتش، لكن في نفس الوقت ممكن تبقى تسهله، ان هو لو النادي الاهلي قدر ان هو الالتزام الخططي، التزام خططي، خططي من ناحيتين، نمره واحد الدفاعي ثم الواجبات الدفاعيه للعيبه لل 11 لاعب مش للاربعه خط الظهر وحارس المرمى، بالاضافه الى المهاجمين، التزام دفاعي الاول، التزام دفاعي الاول، التزام بنقولها ثلاث اربع مرات، ثم الالتزام الهجومي ان انا لما بيجي لي كره او فرصه او انصات فرص ازاي استغلها وانقل الهجمه وان انا اسمع كلام جميل. حضرتك ده يا كابتن فتحي الناس ممكن تفتكره كده، انا بقول لحضرتك ان ممكن الناس تفتكره كده، يقول لك دافع الاول او دافع بس. كره القدم كره القدم، طالما انا ما معيش كره فانا كلنا في موقف دفاعي. كره مع الخصم في اي وضع من الاوضاع مع حارس المرمى بتاعه، انا في موضع دلوقتي دفاع، ليه؟ لان انا عايز اخد الكوره، طالما خدت الكوره ما افقدهاش بسهوله. نعم، لو انا ما فقدتش الكوره بسهوله وتستمر الاستحواذ على الكوره وتفضل الكوره معايا، سهل جدا ان انا الكوره المباراه بتتلعب بكره واحده مش بكورتين، فطالما انا معايا الكوره ما فيش خطوره عليا. فاذا ايه الالتزام؟ التزام ان انا الكوره طول ما هي معايا، فده نوع من انواع الدفاع. مش دفاع ان انا اقف 10 ورا. ايوه، ما انا ممكن في وسط الملعب واقعد انقل الكوره، ما ممكن وانا بهاجم بس ما افقدش الكوره. طالما الكوره معايا ده يعني في كرة القدم الحديثة، طالما أنت مستحوذ على الكرة فأنت في دور دفاعي. ليه في دور دفاعي؟ لأن هم ما همش حاجة يجيبوها أجوال، الكرة معاك أنت، فصعب جدا أنهم يخترقوك، صعب جدا أنهم ينوروا معاك طالما ما فقدهاش. إذا نوع التزام، أنا بقول التزام يعني إيه؟ يعني لازم التمرير يكون صح، الاستقبال يكون صح، التحرك بدون كرة يكون صح، إن كلنا لازم نكون قريبين من بعض، ما فيش داعي بقى للكور الطويله في ملاعب الترتان. أيوة، لان كل الحاجات دي كلها الكور الطويله والكور تسيب الكره تنط بتلاقيها بتنط بتغير اتجاهها، كل ده مش هنلاقي نط الكره مختلف عن الطبيعي طبعا. يبقى اذا طالما كرتي في الارض احنا بنقرب لبعض، قربنا الخطوط، قربنا المسافات، وما نستعجلش في المباراه، لان هم هينزلوا صراع وهيجروا بكل طاقتهم، وهتلاقيهم في اقصى الحماس الجماهيري ربع ساعه زائد اخر امل لهم، كل ده هيبان في الاول. لو انا مشيت معاهم على نفس السرعه مش لمصلحتنا، مصلحتي انا لازم اهدى، لان انا اتقل، خبرات لعيبتي اكتر، زي ما قالوا كابتن ان جايين دلوقتي بعد فتره حصل فيها نضج للفرقه في فهم واجباتهم الخططيه، في تحركاتهم داخل الملعب، في المثلثات، في ان اربعه مع بعض، في الكفر، في التغطيه، في انهاء الهجمه، في المجموعات الهجوميه اللي بنقدر نقدم بيها، كل ده لازم يترجم هناك. لكن انا مش هقعد لو هلاعبهم بكور طويله وهنجري كده هتبقى المباراه صعبه علينا. هم نازلين بحماس، دوافعهم ما لهمش حل غير الفوز، تلعب النادي الاهلي بطبيعته. ده غير بقى ان انا بلاعب بطل افريقيا، غير ان انا بلاعب النادي الاهلي، غير ان انا خسران في المباراه الاولى، غير ان انا ما بخسرش في ملعبي، كل دي عناصر وعوامل بتساعدهم في انهم يستمروا في هذه القصه. لكن كره القدم ما فيهاش كده، كره القدم فيها طالما انا معايا الكوره وفي التزام وفي واجبات ومليون في الميه هو نصرتي عارف ان هو هيتعامل ازاي مع هذه المباراه. هي مباراه مدربين قبل ما تكون مدربات لاعبين، لان ازاي هيتعامل مع المدرب اللي قدامه، هو في صراع، المدرب اللي قدامه في صراع.
هل هاجم واسيب نص ملعبي فاضي؟ يبقى اكيد هم لما هاجموا سهل جدا عند المرتدات. ليه؟ لان هيكون عندي طوال، عندي لعيبه كتير دلوقتي مهاجمين ناضجين في انهاء الهجمات انهم يقدروا يوصلوا بيه. تمام كابتن عادل، في كريم احمد في بدايه الحلقه وانا بتكلم معاه في وسط الكلام كده قال لك ايه، ان الراجل قعد مع رامي ربيعه واحمد فتحي تحديدا، قعد معاهم فترات يعني قبل التمرين واثناء التمرين هل من الممكن ان احنا نرى رامي ربيعه او احمد فتحي او الاثنين موجودين بكره في التشكيل الاساسي؟ ولو حضرتك مدرب الاثنين راجعين من اصابه طويله يعني وبقى لهم فتره طويله ما لعبوش، هل تفتكر ان ده ممكن يحصل بكره؟ ما اعتقدش. هو التغيير اللي ممكن اغيره هيبقى لاعب او اثنين، يعني الماتش الاولاني كان سليف كولوبالي ممكن يخش سعد او ياسر وطبعا علي معلول وفي هاني. لما بيقعد الراجل لما بيقعد مع احمد فتحي ما كان برضو قاعد مع احمد الشيخ وبيجهزه نفسيا ان انت الماتش اللي فات احمد فتحي بقيمته، ولا افتكر انا يوميها 10 دقايق ربع ساعه افتكر حضرتك وقعد مع احمد فتحي الماتش اللي فات ماتش بتروجيت وما لعبش، الراجل بيرفع من معنوياته وبيقول له انت في اي وقت انا احتاجك وخاصه بكره، فممكن جدا في خلال ماتش بكره ممكن ان هو يدفع بيه. الدكه قويه جدا بفضل الله، هي عندك مروان اعتقد انه هيبدا بمروان وهيبقى فيه ازارو، تخيل بقى الازارو ممكن يبقى بكره قاعد على الدكه وهو كان هداف الدوري طول الفترات اللي فاتت. ما اعتقدش ان الراجل ده هيحاول ان هو يغير، لكن في بعض اللاعبين ما اعتقدش ان هو هيبدا بيهم وخاصه رامي مش هيدفع بيه، لانه هو عارف ان لسه رامي ما اكتملش بلياقه المباريات، لياقه المباريات لسه ما خدهاش، وبالتالي هو مش هيدفع بيه ابدا لان الراجل ده بيحافظ قوي على اللعيبه، فمش هيدفع بيه في الوقت ده. يعني الحاجه الثانيه هشام زي ما احنا قلنا احتمال زي ما قال كريم احتمال بكره ما صعب جدا ان عنده شد في السمانه ويبدا بيه في مباراه مهمه زي دي، فالمشكله هتبقى عند لسارتي. مين اللي هيلعب جنب كريم نسبت؟ كريم وعمرو السولية، ما في عمرو السولية راجع. عمرو برضو عشان راجع من اصابه، هل من الممكن ان هو لا عمرو سليم لا سمعنا راجع من الاصابه لا 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 ما اصل في راجع من اصابه يعني الاصابه ما كملتش ما لسه موجوده، رجع من اصابه يعني سليم. ايوه لا ما انا اقصد ان يعني الاصابه ما تعوقوش عن اللعب، يعني الاصابه بتاعت عمرو لا تعوقه الا ما كانش سافر. بس هو برضو خلي بال حضرتك نفس الكلام على احمد فتحي وعلى رامي ربيعه، ما هو الاثنين الاصابه لا تعوقهم. بس عمرو رجعوا لا في فرق بين احمد فتحي وعمرو. احمد فتحي بقاله 3 شهور ما بيلعبش انما عمرو السولية غاب ماتش غاب ماتش واحد مظبوط، والاصابه بتاعته كانت بنحافظ عليه بنحافظ عليه فانا بحافظ عليه علشان مباراه زي دي فاعتقد ان عمرو مع كريم الثالث يا اما هيبقى ماهر يا اما انا بفضل بتمنى ان حسين الشحات يلعب في الحته دي. حضرتك مصمم على الموضوع ده من وانا انا بفكر الناس حسين الشحات لو لعب في المكان ده بيدافع كويس قوي بيهاجم كويس تحت المهاجم اهو كده يبقى هو دايما في قلب الملعب، يعني احيانا بيلعب بثلاثه زي الماتش سيمبا اللي كسبناه 5 كان بيلعب بثلاثه. ايوه مظبوط، وانا قلت لك قبل كده لما هشام بيسقط بين السردباكين وقلنا القصه دي ممكن جدا كريم مع عمرو السولية مع حسين هيمثلوا ثلاثي بيدافعوا كويس قوي، في سن صغير، في كوره، في طموح، في تسجيل اهداف، ويلعب بقى باي اثنين على الطرف، رمضان واجاييه مثلا. انا بفضل ما يلعبش اجاييه في ماتش زي ده. ليه؟ لان اجاييه ركبته في الملعب ده ممكن هي تبقى مش مساعده شويه. جيرالدو اعتقد ان ممكن مباراه زي دي تبقى لا جيرالدو خارج القائمه الافريقيه خارج القائمه مش يعني فده برضو الحته دي هو الحقيقه احنا هنخسره في المباريات الافريقيه طبعا، لان الماتش ده فرقه الكوره لازم كلنا نبقى عارفين واحنا بنشوف الفرق الكبيره بتعمل ايه، اللي من ضمنهم النادي الاهلي الفرقه اللي هي مصنفه، انا ما بدافعش وبهاجمش، انا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس قوي بس بهاجم بالاسلوب اللي انا عايزه. فريق فيتا كلاب بيعمل ايه؟ بكره هيبقى في ضغط عليه ولا في ضغط علينا احنا؟ الضغط هيبقى عليه هو وعلينا ده اخر لا 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 بس انا بحكم ان انا بطل افريقيا بحكم ان انا عندي امكانيات بحكم ان انا متصدر بحكم ان انا عندي خبرات ده تاريخ. فيتا كلاب خد كم مره دوري افريقيا؟ مش عارف بس ما اعتقدش ان الاسم بتاعه مره واحده من الرجاء
اعتقد مره مغربي مره واحده. فاحنا بنشوف الانديه الكبيره زي برشلونه بيروح يلعب في اي حته بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي من خلال انه بيقرا الفريق اللي قدامه. انا بكره ان شاء الله هنلاقي احتمال جدا للراجل المدير الفني اللي بقاله سنتين من 2017 بيهاجم بكثافه عاليه. ممكن جدا لاسارتي يبتدي يستغل الاظهره ورا الاظهره. يبقى ورا الاظهره ممكن يبقى رمضان بكره من الناس اللي هي ممكن تبقى في الحته دي بحيث ان هو ياخد من ورا الباك ويبتدي يشق ويبتدي يعمل شغل مع حسين مع مروان شغل يبقى عالي جدا، وخاصه ان احنا بنجيد الهجمات المرتده السريعه. حسين مع مروان زي ما شفنا برضو الجمل اللي كان لاسارتي مديها لرمضان مع حسين وشفنا الكلام ده، والماتش اللي فات شفنا مروان مع اجاييه وفوتها له وتتحط. الجمل دي ما هياش افريقيا ودوري، ده ماتش كوره، ده ماتش كوره. ماتش كوره يعني ايه؟ يعني ده فريق وده فريق، بس ده اسمه بتروجيت وده اسمه فيتا كلاب. صحيح ده حاجه وده حاجه، لكن انا بدافع كويس قوي، بدافع زي ما قال كده كابتن فتحي، بدافع بال11. ال11 دول يعني ايه؟ يعني السردباكين ما فيش حد يزيد عليا، يبقى مروان بيعمل واجب دفاعي. طب الاطراف يبقى رمضان بيسقط في مساحه معينه بعديها لا، علشان الواجب الهجومي يبتدي يستطيع ان هو يعمله لي. بهاجم ازاي؟ يبقى عندي في عناصر انا مكلفها بالواجبات الهجوميه. في اوقات انا معديت نص ملعب فريق فيتا كلاب لازم يبقى انا عندي الكثافه داخل ال 18 كثافه عاليه. اذا كان هاني هيلعب او علي معلول والاثنين دول بنسبه 100% هيلعبوا ان شاء الله، اعتقد هيبقى ليهم واجبات دفاعيه وهجوميه مؤثره جدا، لانه الضغط العصبي اللي الجمهور هيمثله للفيتا كلاب هيبقى عالي جدا. هم ما عندهمش امل ان هم يفوزوا، تعادل يطلعهم، لانهم ان هم خارجين بعد كده، دول خارجين بعد كده هيلعبوا سيمبا في تنزانيا، فدي المباراه دي بالنسبه لهم يعني حياه او موت. الضغط العصبي ده هيبقى عليهم، انا عندي ضغط عصبي بس مش زيهم. انا حتى لا قدر الله وتعادلت او حاجه انا برضو عندي امل ان انا اخش، زي الامل موجود مظبوط. فالضغط ده هيبقى الجمهور حتى لو بيشجع ولا اخره، الكلام ده ما بيأثرش في لاعبتنا باذن الله تعالى، انما بيأثر فيهم هم كفريق. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه جدا ان احنا المباراه كل مباراه بيبقى ليها سيناريو. انا عارف ان الفريق ده بينزل بيدافع بيهاجم بكثافه، يبقى انا بعمل عمليه امتصاص الكلام ده وبخلي الريتم يبقى هادي. علشان كده بفضل ان رمضان يبدا بكره، لان رمضان من النوع اللي هو ممكن يجمع الفريق سواء على الطرف او في العمق، بيعمل عمليه محطه بحيث ان هو يقف ويبتدي يستغل تحركات مروان. مروان انا احيانا في بعض الاستديوهات انا كنت احيانا بشد عليه شويه لحد ما وصل للمرحله دي اللي انا يعني بعشقه وهو بيأدي الاداء الممتع ده. انا بنشوف بيدافع ازاي بقلب ازاي، حتى في العشر دقائق اللي نزلهم الماتش اللي قبليه شفناه قبل بتروجيت الجونه شفنا العشر دقائق نزل عمل فيهم ايه، الجهد اللي عمله ايه وعمل الجول وكان هيجيب اكتر من جول بدماغه. فالمحطه دي مع تحركات مروان مع تحركات حسين الشحات مع عمرو السوليه والتكمله، ولادنا دايما عندهم ان لازم نديهم الامل، وجمهورنا لازم يديهم الامل في عمليات الاداء الفني ده، لانه لازم ندافع كويس قوي ولازم نهاجم كويس قوي ولازم نرجع بثلاثة بونت، لان دول مهمين جدا، لان ده النادي الاهلي مش نادي تاني اي نادي. تمام كابتن ماهر، من الناحيه الفنيه بقى برضو على الجانب كابتن لسه عادل كان بيتكلم على الاطراف هاني ومعلول، اذا طبعا احنا لسه مش عارفين التشكيل ولا بنتوقع مع حضراتكم تشكيل المباراه، ولكن دايما هاني ومعلول بيبقى لهم دور كبير جدا جدا. احنا عندنا وجهه نظرك الاول مين اللي ممكن يبدا هذه المباراه عشان اعرف اتكلم مع حضرتك؟ هو بص اسلام، يعني انا شايف ان موضوع التثبيت بالنسبه لمستر لاسارتي بشكل كبير جدا في المباريات السابقه واضح قوي، هو اللي دخلنا في شكل واداء وطريقه اللعب اللي بتزيد من مباراه للمباراه للتانيه. فانا شايف الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، وهيبقى ايمن اشرف وياسر ابراهيم ومعلول، واثنين في نص الملعب. اثنين هقول لك والسبب ايه، ان احنا في مباراه الثوره لعبنا 4-3-3 مع الترتان، كان واضح قوي ان احنا بندافع ومش عارفين ندافع كمان بشكل ايجابي، اثرت معانا طريقه اللعب. فالنهارده اتمنى ان الطريقه تختلف ونرجع للطريقه الطبيعيه بتاعتنا اللي هي 4-2-3-1،
يبقى الاثنين الهاف ديفندر اللي موجودين السولية وكريم نيدفيد، الثلاثة اللي قدامهم الشحات ناحية معلول ورمضان صبحي ناحية اليمين أو العكس، وأجايي لأن هو بيجيد اللعب اللي هو تحت رأس الحربة بشكل جيد، ومروان محسن. التركيبة دي فيها عناصر دفاعية بتمثل يمكن أكتر من 70%، وبتمثل عناصر هجومية أكتر من 70%، فعشان كده التوازن في الدفاع والهجوم أنا شايف بالتركيبة دي يقدر يدينا الملكة ويقدر يدينا الستارت ويدينا الثقة من بداية المباراة. لكن زي ما الكباتن قالوا إن إحنا عندنا جمل تكتيكية وعندنا طرق لعب بنحافظ عليها بشكل كبير. أنا شايف المباراة دي يا إسلام إن إحنا 70% في الشق الدفاعي الثلاث خطوط يبقوا قريبين من بعض بشكل جيد، ندافع بنسبة 70% 75%، وبعدين الاستحواذ والاستخلاص الكرة هيساعدنا ان احنا نقدر نهاجم بنسبة 30%. الهجوم هنا بيبقى متنوع من الاطراف، ممكن اختراقات من ناحية معلول او من ناحية الشحات يعملوا لنا جمل من الاطراف تقدر تصب في جوه ال 18 عن طريق كروسات عرضية، او اختراقات فردية ممكن يقدر يقوم بها الشحات واحد ضد واحد. اجايه يقدر يعمل في العمق الدبل باص اللي هو بيمتاز فيه مع الشحات ومع رمضان صبحي ومع مروان محسن. محمد هاني ورمضان يقدروا يعملوا لنا جبهه من ناحيه اليمين فيها اختراقات بردك على اعلى مستوى. السليه شفنا في فترات كتيره جدا هو اللي بيعمل الاندفاع الهجومي وبيامن الثلاثه بتوع نص الملعب في التصويبات اللي من خارج ال 18 وهو كريم نيدفيد. اهم حاجه اسلام في المباراه الخارجيه اول 10 دقائق او ربع ساعه، لان الضغط الجماهيري اللي هيقع علينا في المباراه دي في منتهى الصعوبه، لان هم بادروا النادي المصري وقدروا ان هو يتفوق عليه باربع اهداف في اول ربع ساعه سجلوا هدف. فاحنا النهارده هنستفاد، عايزين نستفاد من الحاجات ديت ان مستر نصر تتفرج على اكثر من مباراه. اول ربع ساعه هي اخطر اوقات المباراه، ان احنا بنحاول ما يجيش فينا، نقدر ندافع بشكل جيد، نأمن بشكل جيد، نقدر ناخد ثقة بعد كده. وزي ما الكابتن عادل والكابتن فتحي قال يبقى في سيناريو من خلال أدائنا في المباراة. لكن عايز أقول لك إن التركيبة اللي موجودة عليها لعيبة النادي الأهلي بهذا الشكل، أتمنى الشكل يبقى موجود، أو الناس اللي موجودة خارج في الاحتياطي، كل الناس الحمد لله اكتملت اللياقة البدنية، اكتملت الخبرات الأفريقية، فاضل بس ان احنا التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق نتمنى من المباراه بالثلاث نقاط زي ما قلت لك، لو ما كسبناش نقدر ناخد النتيجه اللي بعد كده التعادل، ويبقى عندنا مباراه الثوره الجزائري ان شاء الله نقدر نتفوق عليه، يبقى احنا عندنا الاهلي يا بطل المجموعه يا ثاني المجموعه ان شاء الله. تمام، هنرجع نكمل كلامنا من الناحيه الفنيه، ولكن نشوف اهم استعدادات التقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، كيف يلعب النادي الاهلي غدا للفوز بهذه المباراه من وجهه نظرك؟ طبعا من وجهه نظري نمره واحد، لازم نعرف ان كل مجموعه النادي الاهلي دلوقتي تاقلمت، عشان الناس ما تفهمهاش، او احنا في ترتيب اللعيبه مين يلعب مين يبدا او من كده، يعني عموما ان دلوقتي العشر لعيبه اللي بيلعبوا قادرين على احراز الاهداف، بدليل محمد هاني سجل، علي معلول سجل، نيدفيد سجل، سلية سجل، دول كلهم بيلعبوا فين؟ في الخطوط الخلفيه. يعني ده مش معنى ان انا بلاعب دول يبقى ان انا بلعب بطريقه دفاعيه، اذا كانوا هم دول اللي بيسجلوا الاهداف. اذا طريقه النادي الاهلي دلوقتي حاجه ثانيه كمان بتقول النادي الاهلي ده كرة القدم الحديثة أو المودرن فوتبول، كرة القدم الحديثة إن أجوالك أكترها معظمها زي كأس العالم من داخل منطقة الجزاء، وكل جوالنا دلوقتي كلها من جوه 18. أنا ما شفتش جوال يعني من المسافات البعيدة أو من عبارة القارات أو من كله حتى الضربات الثابتة لو جت ضربة جزاء، لكن أو ضربة ركنية من داخل ال 18، فكل جوالنا دليل على إن إيه؟ إن هناك في جماعية في الأداء. نعم. مش فردية في الأداء. جماعية الأداء وبتخلق، وبعدين الكرة بتتنقل أكتر نقلة، أكتر تمرير، أكتر استحواذ، وفي النهاية بتنتهي بجول. إذا هي دي بقى في شخصية للنادي الأهلي كده، فدي مش مخوفاني مين يبدأ، يعني مع حضراتكم سواء الكابتن عادل أو الكابتن ماهر أو أنت قلتوا مين اللي هيلعب، دي مش قلقاني. اللي قلقاني إيه؟ إن إحنا نلتزم 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 بدورنا. أولا يكون في عمق دفاعي
وقت الهجمة ما نسرحش، لازم يكون تركيز. أي ضربات ثابتة خارج المنطقة وفي أي كده لازم لاعب يعطل هذه الضربات الثابتة حتى احنا نظبط نفسنا وراه. دي برضو دي من ضمن الحاجات اللي مين يلعب مش مهمة، بس لازم الكور دي ما سيبهاش انها تتلعب، لأن اللي بتشكل خطورة علينا عادة الضربات الثابتة. فالضربات الثابتة دي ازاي ما خلاش تلعب بسرعة، أقرب واحد للكورة هيعطلها، عطلها خلاص مش هقدر أعمل، يعني هقدر أظبط نفسي ورا، هقدر أقف صح، موقفي صح، هقدر ألتزم بالناحية الدفاعية، هراقب صح. فدي بتحسسكم، ويمكن أنت كنت مدافع ومار كان مدافع هم دول، فأنت عارف أنك لما بتقف غير لما تكون الكورة متحركة وتروح تمسك الراجل، فأنت عارف الكورة قدامك هترفع وأنت هتمسك الراجل إزاي، يبقى أنت ده لازم مين أقرب واحد هيعطلها. يبقى الضربات الثابتة نخاف منها، نبقى ونركز فيها كويس قوي. ضربات ثابتة ايا كان بقى، فاولات ولا ضربات ركنية ولا كده. ثانيا لازم يكون عمق وقت ما احنا نهاجم، مين اللي هيسجل والتشكيل، مين اللي جوه ومين اللي بره ومين اللي هيصنع. كل لعبتنا دلوقتي قادرة على احراز الاهداف، وهي دي ما عندناش هداف. يعني الهدافين زمان مثلا السنة اللي فاتت كان ازارو وهو الهداف هو الوحيد، يتمسك ازارو يتمسك النادي الاهلي. دلوقتي هيمسكوا مين؟ ما هو بيجي لك الباك اليمين يجيب والباك الشمال يجيب وفي نص الملعب يجيب، و يعني اي ناصر ماهر برضه بيجيب. كل دولت اللعيبه القادمون من الخلف هم اللي بيسجلوا، والمهاجمين بيسجلوا، بس الى حد ما اتشكلت وتاهت زي ما بتقول ايه، تاهت المسؤوليه. مش المسؤوليه لان انا كده، يعني ما تقدرش تجبر الفرقه اللي قدامك هتمسك مين ولا مين ولا مين، فانت بتتوههم لان ما عندكش هداف واحد بس اللي هتمسك، انت عندك مجموعه لعيبه كل واحد فيهم قادر على احراز الاهداف. فدي بتصعب ماموريتهم، بتسهلها لنا. اللي يختار اختاروا انتوا حضراتكم، اختاروا اي 11 وهو يختار اي 11، اي واحد قادر دلوقتي انه هيسجل لنا هدف. وبالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، يعني حضرتك وانت بتتكلم بالتشكيل قلت نيدفيد والسولية ومن امامهم اربعه في الامام، رمضان وحسين ومروان واجاي مثلا ولا مين؟ لا احتمال تفكير الراجل استاذ عبد الله انت بتتكلم عليه، احتمال تفكير الراجل انه زي ما حضرتك قلت ان هو قعد مع فتحي، وطالما ان هشام ما اعتقدش انه هيجازف بيه لانه كريم قال انه في شد في السمانه او حتى ما اتمرنش النهارده، ما اعتقدش ان هو بيريحه عشان يلعبه بكره. لا ده مش شغل تدريب، اللي درب ما يقول الكلام ده، حتى مش هيبقى في ال 11. ادي نقطه. النقطه الثانيه احتمال كبير جدا، بقول يمكن 80% انه احمد فتحي يقوم بدور هشام، انه يلعبه هاف ديفندر ويبقى هو اللي بيسقط يستلم، ويبقى هو اللي عامل قافل الحته اللي قدام ياسر واللي قدام ايمن اشرف، ويبقى على شماله عمرو السولية وعلى يمينه كريم، ده في حسين الشحات وفي مروان وفي رمضان. انا بقول لك اجي ايه ليه؟ لا لانه عشان عنده شويه في الركبه حتى الماتشات اللي فاتت في فترات بيبقى كويس قوي، بيبقى عالي قوي، وفي فترات تانية تبص تلاقيه مش مهدي الريتم شويه، وهو بيستلم تحس انها بتطول منه، او لو حد بياخد معاه ما بيلعبهاش صح، واحيانا تاني تبص تلاقيه بيروح عامل لك حاجه عاليه قوي. ده اكيد الاصابه بتاعته لسه مأثره فيه حاجه بسيطه. الميزه في لعيبه النادي الاهلي، ودي متوارثه وهتفضل متوارثه كده ان شاء الله لحد يوم القيامه، انه اللعيبه عندها توازن نفسي وعصبي وعضلي. يعني انا وانا نازل عندي ثقه ان انا البطل، وانا البطل دي بتديني زي ما انت بتجيب جول. ايه اللي بيحصل؟ انت كنت تعبان جدا في الدقيقه 90 وتعبان مش قادر تتحرك، ممكن تلف الملعب 100 لف، وممكن بقى تشيل واحد تجري بيه وانت كنت اصلا في الدقيقه 90 منتهي. فالحته دي الاستنفار ده والقوه دي موجوده عند النادي الاهلي، لذلك دايما في الدقيقه 96 تكسب، في الدقيقه 93 تكسب، في الفترات ديت اللي هي الهبوط دايما بيبقى موجود عند كل الفرق، بيبقى ده الحافز اللي انا البطل. انا البطل دي يعني معناها ان انا التشكيل بتاعي بيبقى مهم كمان، لان انا كمدير فني انا هشوف فيتا كلوب بيعمل ايه، بيلعب ازاي،
ايه عناصر القوه والضعف اللي عنده. هل الجنب الشمال اقوى ولا علشان ان انا لما لعب حسين حسين بيقوم بالدور الدفاعي اكتر من مروان اكتر من رمضان، وانا مش عايز اخسر رمضان في الجانب الدفاعي، فممكن حسين الشحات عنده من القدره ان هو يدافع كويس ويهاجم كويس، وعنده حته المرور بالكوره والمراوغه والحاجات دي خفيف في الحركه. فلو الجانب الشمال عندهم قوي يبقى انا اخلي حسين في الحته ديت، ويبقى رمضان العكس لو الجانب اليمين يبقى هو مع علي معلول، ويبقى الحته دي تبقى موجوده. في تفاهم اكتر من رائع ما بين علي معلول ورمضان مع مروان، الجبهه دي عاليه جدا، مع عمرو السوليه الجبهه دي تبقى قويه جدا دفاعيا وهجوميا، وكذلك الناحيه الثانيه. تمام. فالناحيه الثانيه برضو اذا كان في هاني او في كريم او في حسين الشحات برضو مع مروان، دي كلها جبهات الراجل بيشتغل عليها. حضرتك شايف ان الثالث اللي يبقى في وسط الملعب مع كريم نيدفيد وعمرو السوليه يبقى احمد فتحي. طالما قعد معانا الراجل النهارده وهشام مش هيلعب، ما اعتقدش انه هيجازف انه يلعب باجاييه، اعتقد انه هي عايز يحط باللغه اللعيبه يعني عايز يحط مسمار قدام احمد قدام ايمن وقدام ياسر. طيب يبقى الجانب الدفاعي انا مأمنه كويس. تمام. بحيث ان يدي واجبات هجوميه لعمرو السوليه والكريم، بحيث ان الكره معاك انطلق روح وهات جول، انت النادي الاهلي، انت واقف احمد فتحي واقف. كابتن ماهر برضو من منطلق الكلام اللي انا بساله للكابتن عادل، رامي ربيعه قد يكون، انا ما اعرفش طبعا التفكير ايه، ولكن رامي طويل، احنا عندنا بعض المشاكل في الكرات العرضيه مثلا والحاجات، هل من الممكن ان يكون وجود رامي ربيعه في المباراه دي تحديدا عشان حاجه معينه للمباراه؟ بص اسلام، هو الراجل طبعا بنحييه للمباراه اللي فاتت، ادى رامي ربيعه اخر نص ساعه، وده اذا كان بيدل ان الراجل نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بشكل مميز بشكل جيد وقريب من اللعيبه بشكل يعني احترافي. لكن اسلام خد بالك، ارضيه الملعب ترتال، احنا بنتكلم على اجايه ممكن او لا، خوفا من ارضيه الملعب اللي فيها الاحتكاك والترتان بيبقى عامه ناشف على العضلات بالنسبه للاعبين. وما تنساش ان رامي كمان بعيد بقاله فتره. يعني رامي بعيد عن الملعب يا كابتن عادل يا كابتن فتحي بقاله اكتر من سنه، فبيبقى برضك محتاج مناخ صحي، مناخ افضل من كده، رايحين افريقيا وحراره وجو وترتان والنهارده في دوافع، هو عنده في ده كلوب عنده اربع نقاط، ما حد يعني بيقول ممكن اسلام بيتكلم على ان ممكن يكون بدل حد. لا انا باخد بس عشان يبقى كل الاقتراحات احنا خدناها النهارده كل الاقتراحات متقفله، بحيث ان احنا بكره لما نلاقي التشكيل يبقى احنا اتكلمنا في التشكيل ده واتكلمنا في التشكيل ده واتكلمنا في التشكيل ده. كابتن عادل طلع باقتراح ان هو ممكن يلعب احمد فتحي، والمناسبه هو اقتراح جيد جدا ان انت تقفل في وسط الملعب وفي نفس الوقت تدي ناحيه دفاعيه، فانا بتكلم في كده ان ممكن وناحيه هجوميه كمان. سوري انا اسف، انا عايز اقول ناحيه دفاعيه وهجوميه. دفاعيه كويسه جدا وهجوميه كويسه جدا. وميزتها كمان ان هو عنده خبره. مين؟ بالظبط احمد فتحي لاعب عنده خبره، الفرقه برضه لازم حد في النص يكون عنده خبره. اكتر واحد هيكون عنده خبره في كل مجموعه، يعني بص اللي ورا دول ما عدا معلول هتلاقي كل دولت ما فيش الخبره، برده مش موجوده الخبره الافريقيه، الخبره الدوليه مش موجوده، موجوده في احمد فتحي. فعشان كده ممكن يلعب القياده، القياده كمان القياده طبعا يعني. لكن رامي هيبقى اصعب يمكن احمد فتحي، ممكن احمد فتحي بصفه انه عنده خبره واخد بالك يقدر يلعب قد كده وبقاله فتره يمكن غايب عن الملعب اكتر من شهر او شهرين، لكن رامي بعيد قوي، فطبعا الراجل صعب جدا، لكن هو الراجل بيقعد معاهم بيحفزهم وبيديهم الثقه وبيقول لهم ان انا ممكن احتكم من خلال 90 دقيقه. لازم تبقى اللعيبه كمان عندها اعداد نفسي جاهز، انك انت لما يطلب منك انك انت تبدا تشارك بشكل جيد. والميزه كمان يا اسلام ان لعيبه النادي الاهلي قاعده بره، منها لعيب ومنها كوتش يا كابتن فتحي، عينه على الملعب. انا مثلا رامي عيني على المكان اللي بلعب فيه، شايف راس الحربه طويل سريع محطه، لو طلب مني ان انا انزل اقدر اتعامل معاه باسرع وقت، ودي ميزه من ضمن الميزات اللي احنا بدانا نكتسبها في على الدكه. كل اللعيبه دلوقتي لما بتطلب منها تقوم بالدور انه يبدا يشارك من بره لجوه، بيحصل التغيير بشكل واضح في اداء النادي الاهلي للمكسب، بيبقى في اكتر الاوقات. لكن عايز اقول لك ان احنا في الثوره الجزائري لعبنا 4-3-3
ويمكن فانت مش عايز النقطه دي. انا مش عايز النقطه دي. وفي ملعب ترتان. واخد بالك؟ واكيد نصرتي استفاد من الخطا ده او استفاد من اللي حصل في المباراه ديت، وهيبدا النهارده نفس الظروف، ملعب ترتان وفرقه عندها دوافع وعايزه تكسب و فالنهارده نصرتي هيبقى مركز بشكل كبير جدا ان هو التوازن اللي موجود عنده. احنا بنقول لما بندافع كل الفرقه بترجع نص ملعبها والثلاث خطوط بيبقوا قريبين مع بعض في 35 يارد، وبنحاول ان احنا نمنع خالص اي حاجه تروح على مرمى الشناوي. كابتن فتحي كمان اشار لنقطه، واحنا بندافع ما ينفعش اسلام يبقى فيه فاولات جانبيه، ما ينفعش يبقى فيه كورنر كتير، لانها بتمثل مشكله. الحاجات اللي هم عايزينها، اللي هم بيتفوقوا فيها، اللي هم بيلجأوا فيها. الحاجه الثانيه انهم عندهم سرعات، السرعات دي مش هتبقى موجوده في المباراه دي، لان احنا هنرجع واحنا بندافع هنقفل بشكل جيد، مش هتبان السرعات بالنسبه لهم، لكن هيبان لعبهم الافريقي اللي احنا بنخاف منه، اللي هو الالتحام اللي في الهواء، الكرات العكسيه، الكرات الكورنر، الفاولات الجانبيه، كل دي حاجات بتسبب لنا مشاكل بشكل كبير جدا في المباراه بهذا الشكل. لكن عايز اقول لك ان في نفس الوقت كمان احنا عندنا نقله هجوميه نقدر نستفاد بيها، الخبرات اللي موجوده اللي فيها سرعات، معلول والشحات ومحمد هاني ورمضان واجاي ومروان محسن، كل دي حاجات نقدر نستفاد منها ورا خط ظهر فيدا كلوب، لان هو اوريدي هيبدا يهاجم عليك، فهيبقى عنده مساحات في ظهره بتمثل خطوره وبتمثل عبء عليه بشكل كبير، نقدر نستغلها بقى في الكونتر اتاك، نقدر نستغلها في الحاجات اللي فيها الدبل باس، الحاجات اللي فيها واحد ضد واحد، الحاجات اللي نقدر ناخد فيها فاولات، يعني يبقى في عندنا من الحنكه ومن المهاره ان احنا نقدر كمان نجيب جول، ومهم جدا يا اسلام ان احنا نجيب جول خارج ملعبنا، هيأثر عليهم بشكل كبير. تمام، اذا اخيرا يا كابتن فتحي لو حضرتك عايز تقول كلمه للاعبين، لو حضرتك قدامهم دلوقتي تقول لهم ايه؟ لا يعني قبل ما نقول بس نضيف كلمه بالنسبه لهم، هو طبعا حتى رامي اخر واحد، يعني هو هيبقى من الاثنين، هو اما احمد فتحي ما يبقاش اخر واحد، هيبقى في ناس وراه حد يغطيه، يعني غلطته برضه هو، وهو لسه يعني واحد يقول لك ايه طب ما الاثنين مصابين والاثنين لسه جايين، واشمعنى قلت احمد فتحي؟ لان احمد فتحي في ظهره حد ممكن يغطيه برضه، لكن ما يكونش اخر واحد. وبعدين بحس بالنسبه للطريقه اللي زي ما الكابتن ماهر بيقول ان بدل 4 3 3 4 2 3 1 يمكن دي برضه لها ميزه، انك بتعمل اربع خطوط 4 2 3 1 في اربع خطوط في الملعب، اذا بفرد الملعب شويه، اما 4 3 3 فعند ثلاث خطوط، فالثلاث خطوط دي بتقفل يعني ما بتدينيش مساحه هجوميه، ما بتدينيش عمق هجومي. كل الفرقه ما كان عندها عمق هجومي وعمق دفاعي بيبقى احسن الفرق اللي عندها هذا الوضع، العمق الهجومي يبقى بنقل الهجمه بسرعه، العمق الدفاعي ان انا بامن الهجمه بسرعه. تمام. اللي اقدر اقوله ربنا فأهل الالتزام الخططي زي ما المدرب بيقول لاي 11 ربنا هيوفقه ان هو يختارهم، وان شاء الله باذن الله حتى البدلاء هيكون نفس المستوى. كابتن عادل نقطتين بسرعه كده، هو قاعد مع رامي احتمال جدا انت باذن الله تعالى جيب جول او جولين في فتره من الفترات، هيبتدوا كور طويله ففي فتره ممكن جدا ينزلوا ثالث ويبقى بيلعب بسرد باكين ووراهم ليبرو عشان الكور العالي. دي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل ما بيلعبش بثلاثه في وسط الملعب، هو السوليه بيجيب اجوال ازاي، هو كريم بيجيب اجوال ازاي، ما بيلعبش بثلاثه، هو كان بيلعب بهشام وبيدي حريه حركه وكمل في الهجمات لكريم. كريم بتلاقيه جوه 18، بتلاقيه جوه 6 يارده، وكذلك عمرو السوليه، فما بيلعبش بثلاثه. هو في مدرب بيروح حاطط ثلاثه ومثبتهم، بيبقوا خلاص هم دول لا بيتقدموا ولا بيتاخروا وواقفين في وسط الملعب، وده طبعا مش في كره القدم، انت ليك واجبات دفاعيه وليك واجبات هجوميه، فالراجل ما بيلعبش كده عشان ما نظلموش، الراجل بيلعب كان بيلعب بهشام محمد وكريم وعمرو السوليه، وبكره لو هيلعب باحمد فتحي وجنبه كريم والسوليه برضه هيلعب بكده، لان كريم وعمرو بمجرد الهجمه ما بتنتهي بيبقوا اول ناس بيأدوا الواجب الدفاعي بتاعهم، وبيعملوا عمليه الضغط من البدايه، وكل الامور دي بيأدوها اداء 10 على 10 باذن الله تعالى. وبعدين الراجل بيعمل حريه حركه ما بين الاطراف سواء رمضان او حسين او اجاييه وجيرالدو، احنا شفنا جيرالدو لما ادى الباص لمروان واجاييه لما اداله ما كانش على الطرف، ده كان في العمق، فعمليه تبادل المراكز دي الراجل بيقوم بيها، عامل نوع من انواع الديناميكيه وانواع الانسجام
عملية تبادل المراكز، بحيث ان لو عليك رقابة كإسلام الراجل اللي ماسكك والراجل المدير الفني انا حط فلان عشان يراقب إسلام مش هيلاقيك، لان كل شوية بيلاقيك في تمام. مكان في مكان معين تمام. وبالتالي الحتتين دول احتمال كبير تمام. ان رامي يبقى ورقة بديلة في اخر ربع ساعة علشان الكرات العالم. برضو كابتن ماهر دعوات بقى 70 مليون اهلاوي للعبة النادي الاهلي، شخصية النادي الاهلي بكرة 70 مليون 78 كام يا كابتن؟ بيقولوا 78 مش 70 اه ماشي كده 78 70 دعوات طبعا الاهلاويه والمصريين طبعا اللي كنا احنا 103 احنا 103 ان شاء الله بكره بالتوفيق يا اسلام. وانا يعني شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه المميزه اللي احنا يعني قدرنا من خلال ساعه او ساعه ونص ان احنا نتكلم عليهم، نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق بكره، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط مهمين قوي بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق النادي الاهلي بكره. شكرا جزيلا يا كابتن فتحي على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر على وجود حضرتك معانا. امتعتونا الحقيقه النهارده وقفلنا كل حاجه، نشوف بكره بقى ايه اللي هيحصل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الاخيره في هذه الحلقه الممتده من الساعه 9 وحتى الساعة الواحدة، شكلنا هنقعد بعد واحدة شوية كمان، فبالتالي هنطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل هو مش فاصل الحقيقة، هو قالوا لي ان في لقاء مع كريم الحسن الملحق الدبلوماسي لسفارتنا في الكونغو، هنطلع نشوف هذا اللقاء، وبعد هذا اللقاء الناقد الرياضي في موقع يلا كورة كريم سعيد، هنتكلم معاه في اشياء كثيرة جدا تخص النادي الاهلي في يلا كورة وبعد هذا التقرير.